أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إنك أنت
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
ولا يسرقن ولا يزنين ولا
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ
قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.